سلام، انا معاد احبوش. من الاخر الكاتب سميتو احمد الصفريوي، الكتاب سميتو لابوات اميرفي، اتكونوا عارفينها بلا ما نحتاج نقول لكم، علبه العجائب، واحد طاسه صغيره فيها بزاف ديال الحوايج ما عندهم حتى معنى حتى قيمه، ولكن اللي داير ليهم هاد الشان هذا كامل هو سيدي محمد. احمد الصفريوي في هاد القصه هادي غير رجع بالزمن اللور، غادي يرجع لفاش كانت عنده 6 سنين، ما عندوش صحاب، واحد دري وحيد ساكن هو ومو لالا زبيدة، واحد المرأة زوينة الله يعمرها دار، وراجلها عبد السلام، ساكنين كلهم في دار الشوافة. دار الشوافة ساكنة فيها واحد الشوافة كانوا مسمينها خالتي كنزة. دار الشوافة ساكنة فيها حتى لالا رحمة اللي عندها بنت سميتها زينب، وهي كبر من سيدي محمد بعام، هو عنده 6 سنين وهي عندها 7 سنين. وسيدي محمد ما كانش كيحمل فيها الزغبة هاد زينب هادي بنت لالا رحمة. راجل لالا رحمة سميتو دريس العواد. العائلة ديال سيدي محمد والعائلة ديال زينب بجوج بيهم مجموعين في دار وحدة اللي هي دار الشوافة. هاد الدار هادي جات في واحد الزنقة مضيقة. المهم النمط ديال سيدي محمد هو انه كل نهار كيمشي في الصباح للمسيد باش يقرا القران. الفقيه كان كيقريهم واحد الفقيه اللي كبير في العمر وديما طالع ليه الزعاف. هاد المسيد كان في درب النواله، اتكونوا عارفينه الفاسيين يكونوا عارفينه درب النواله، واحد الدرب كاين في فاس. المهم سيدي محمد كيف ما عارفين حنا واحد الشخص اللي وحيد ما عندوش صحاب ديب، وهاد الوحدة ديالو خلات عنده واحد الخيال واسع. هاد لابوات اميغفاي راه فكرة من الخيال ديال سيدي محمد، فهو كان عنده مركب نقص، هاد لابوات اللي فيها الغلاقات والخرقات والصداف يعني غير تخربيق، ولكن هو رد منهم شخصيات اللي عندها قيمتها، فهو كان خالق واحد العالم ديالو بوحده. واحد الحاجه اللي ما كانش كيحملها سيدي محمد واللي هي لو بامور، الحمام. مو كانت ديما كدير الحمام وكيطولوا فيه بالسوايع، وهو ما كانش كيحملو وكيدوز عنده نهار خايب الا مشى للحمام. بحال ملي كنتي انت صغير وكتجرك امك تمشي للحمام وانت ما حاملش، فهكا كان سيدي محمد. واحد الحاجه اللي لاحظها سيدي محمد في الام ديالو ووصفها لينا، على انهم من مورا ما كيجيو من الحمام كيرجعوا من الحمام كتبقى تعاود هي وصحاباتها على شنو وقع في الحمام، شكون اللي دابزات، كيفاش داز الجو ديال الحمام وداكشي. فهما ديما من مور الحمام كيتجمعوا العيالات اللي منهم لالا زبيده، ويبقاو يدويو على شنو وقع في الحمام، وكل وحده كتقول شنو دارت وحتى شنو شافت. وغيوصف لنا باللي لالا زبيده الام ديالو كانت ديما كتباها قدام صحاباتها بكونها من سلاله ديال الشرفه، وجدودها احفاد ديال الرسول وعندها الحساب والنسب. هي ديما كانت كتباها عليهم وكتقول لهم انا بنت النسب والحساب والشان والمرشال. المهم هادو شي حوايج وصفهم لنا سيدي محمد على الام ديالو. غيجي واحد النهار وغدابز لالا زبيده ولالا رحمه يعني الجارات، غيدابزوا على النوبه النشير ديال الحوايج، وبداو كيتعايروا ويتسبوا ويقلوا العرض والحياء. نتوما عارفين المدابزات ديال العيالات في المغرب كي كتكون. فسيدي محمد كيوصف في القصه باللي تصدم من هذا الجيست، هذا تشوكا من السبان ديال لالا رحمه ولالا زبيده اللي هي الام ديالو. غادي تدوز هاد الواقعة هادي، وسيدي محمد غيكون عنده نهار 3 امتحان عند المسيد. غيجي نهار 3 وسيدي محمد ما بغاش يمشي حيت خايف ما يعرضش داكشي اللي حفظ العام كامل. سيدي محمد غيصطانع المرض ديالو. داك النهار جات عندهم واحد المرأة كانت صاحبت لالا زبيدة وجارتها القديمة اسمها لالا عيشة. هاد لالا عيشة هادي شافت لالا زبيدة مقلقة، قالت لها مالكي؟ قالت لها سيدي محمد واقيلا بحال مريض حيت ما قدش يمشي للمسيد، ولكن هو سيدي محمد غير ما بغاش يمشي حيت خايف لما يعرضش داكشي اللي حافظ، ماشي مريض غير صطانع المرض. هنا لالا عيشة اقترحت على مات سيدي محمد اللي هي لالا زبيدة انهم يزوروا الضريح ديال سيدي علي بوغالب باش تشرب المال سيدي محمد، داك الماء ديال الضريح علا وعسى يتشافى.
بقات كتقنع فيها لالا عيشة، كتقنع فيها كتقنع فيها، حتى خلاتها تمشي معها وقالت لها لالا زبيدة مرحبا يلا نمشيو لهذا الضريح. مشاو للضريح وبقاو كيدعيو على داك سيدي علي بوغالب، وحق بركة سيدي علي بوغالب داوي لينا ولدنا، راه بغينا ولدنا يولي بخير. بقاو كيدعيو وخلاو سيدي محمد تما حدا الضريح تيدور، فشاف واحد المشى وبقى تيقيس معاها تيقيس فيها حتى قمشاتو، حيت داك الضريح كان عامر بالمشاش وجرحاتو مشى. لالا زبيدة تقلقات حيت شافت هو اصلا مريض وعاد زاد جرح جرحاتو مشى. مشى للدار وباه قال لمو ما تخليهش غدا يمشي للمسيد راه مجروح ومريض، وما مشاش. فرح سيدي محمد من اللي ما مشاش، وفرح حيت جاتو مع العطلة النيت غيجلس يومين متابعة. الغد ليه فاقوا في الصباح وصبحوا على بعضياتهم الجارات يعني الصواب، وفاطمة البزيوية جارتهم اللي ساكنة حدا لالا زبيدة ساكنة أنفاس معاها جايبة سفنج لسيدي محمد. شوية غيجي دريس المتعلم ديال عبد السلام، ماشي دريس العواد راجل لالا رحمة، دريس المتعلم ديال بات سيدي محمد اللي هو سي عبد السلام. فهاد الدريس المتعلم جا باش يدي ليهم التقديه لمرات سي عبد السلام لالا زبيده مات سيدي محمد، ويدي السلعه من الدار للمعلم ديالو سي عبد السلام. فجا وصل التقديه وهز داكشي اللي كان خصو يهز ومشى فحالو. شويه جات رحمه وخان داك الدباز ما بينها وبين لالا زبيده، جابت لسيدي محمد واحد اللعبه على شكل فيل صغير وفرح به سيدي محمد، وزادو على التويشيات اللي كان كيجمع في لابوات اميغفي. من بعد غيجي نهار الجمعة مشى سيدي محمد للمسيد في العشية، يعني راه جلس يومين تقريبا، مشى للمسيد في العشية. سيدي محمد غيوصف لنا باللي ملي قال لهم الفقيه في الاخر ديال الحصة سالينا خصكم تخرجوا بحال الا تحرر من شي زنزانة، بحال ملي كتكون شي جوج سوايع ديالك في الفيزيك وكتقول فوقاش غير نخرج، انا بغيت غير نخرج. فهكا كان كيوصف لنا سيدي محمد المشهد ديالو ملي قالوا لي قال لهم الفقيه خرجوا. سيدي محمد فاش خرج من المسيد وكان راجع للدار شاف عند فاطمه البزيويه واحد الفانوس شراتو. هو فاش شاف ذاك الفانوس تبهر ومشى ديريكت لعند امه قال لها راه فاطمه جارتنا البزيويه راه شرات فانوس. امه مشات عند فاطمه باش تشوف الديكور وعجبها الديكور، طاحت عليها الفكرة حتى هي بغات فانوس، وتسنت حتى جا راجلها سي عبد السلام وطلبت منه يشري لها فانوس، حيت هما في ديك الوقيته كانوا كيضويو غير بالشمع. فبقات عليه بالهضره الهضره 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 حتى الصباح صافت ليها الفانوس مع دريس المتعلم. من بعد زينب بنت رحمه تلفات، واخا لالا زبيده كانت مدابزه مع لالا رحمه وساتها وطبطبات عليها حتى لقات بنتها. لالا رحمة تجمعوا عندها العيالات وبحالة كيشاركوا معها داك الفيلين داك الإحساس ديال البكية. وسيدي محمد هنايا كيوصف لينا باللي هو كان كيشوف داك الشي بحالة هما راه كانوا غير القلب عامر جاو يخويو على لالا رحمة، يعني راه ما كاين لا شاركوا الفيلين لا والو. سيدي محمد في هاد البيغيود هادي فرحان حيت هو ما كانش كيحمل الزغبة في زينب، داكشي علاش ملي تلفات هو فرح. غادي تجمع لالا زبيده هي وفاطمه البزيويه ومشاو للضريح ديال مولاي دريس وبقاو كيطلبوا باش تبان زينب بنت رحمه. وفاش وصلوا لقاو زينب تما حيت ديك البلاصه كيتجمعوا فيها الناس اللي تلفوا شي وحدين اللي كانوا جالسين تما، فلقاو زينب بنت رحمه تما. فاش لقاوها رحمه فرحات ودارت صداقه ملي لقات بنتها زينب. دريس العواد راجل رحمه مشى جمع دوك السعايا اللي كاينين في الحومه باش يكونوا في الصداقه وياكلوا ويكرمهم. رحمه حتى هي دارت لجاراتها العراضه وكلاو وبقاو كيقشبوا ويقصروا ويهضروا بيناتهم، وخلات زينب مع سيدي محمد كياكلوا بجوج. العلاقه ديال سيدي محمد مع لابواط اميغفي ديك الطاسة اللي كان فيها خاشي فيها الصدافي خاشي فيها شي حوايج اللي لا علاقة، كانت واحد العلاقة في شكل فين ما كان مقلق كيمشي يخويها ويهضر مع هادوك اللي كان كيجمع يعني الصدافي الخراقي.
وكيجيب ليه الله باللي كيدوي مع شخصيات، يعني كان خالق واحد العالم بوحدو. هنا غنكونو سالينا هذا الجزء الاول هذا. شكرا بزاف على الاستماع. المرة الجاية غندويو على سيدي محمد بمزيان. الى اللقاء.